مثلاً، هل الاحتفال بعيد الغدير إثم؟ يا استاذ، مو هو الان هو شلنا الفحوى الامر، يقول لك احنا نريد هذا العيد الغدير، احنا نريد موعد او يوم تنصيب مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا هذا الاقرار معناه انه تنصيب الامام علي عليه السلام معناه خلافه ابو بكر وعمر وعثمان باطله. مو هو هذا اللي يسوي الحساسيه؟ هذا ما اعرف انت ما مختلف. لا بس ما اعرف. اما يا اخي يا استاذ، اما البرلماني استاذ عدنان خلنا اضيف لك، اما البرلماني تقول البرلماني الان يقول لك انا قدام مكونات مال شعب، انا عندي جمهور. البرلماني ما يهمه صح غلط ديني مو لديني، هو المهم ان يحافظ على جمهوره. يقول لك انا حتى اريد اصعد جمهور، ايش يريدون؟ ماذا يطلبه المستمعون انا اسوي لهم. اما انها تقول لي انا معتقد بهذا اليوم او ما معتقد، يقول لك هاي مساله اخرى. لا هذا مو استصحاب شيخنا، هي هذا تسبب حساسيه. يعني مو استصحاب انه هو الاحتفال بعيد الغدير بمعنى انه خلافه ابو بكر وعمر باطله، هذا استصحاب. شوف شلون بث. لا لا مو ما يخالف، مو هو ده يقول مو هذا يوم التنصيب. زين مو هو هذا في مثل هذا اليوم قد نصب مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا معناه أنه إذا كانت الواقعة هذه يوم التنصيب ويقر في هذا، هذا معناه أنه يعني خلي يتكلم دكتور حيدر بصراحة. أخويا دكتور حيدر بالله عليك، ماذا يعني التنصيب؟ يعني هل يعني إلغاء خلافة أبو بكر وعمر وعثمان؟ هل يعني ذلك في الموروث الشيعي؟ تكلم بصراحة بلا تقيا بالله عليك. أنا سؤال وللعراق جميعا، كل أبناء العراق يسمعونك الآن. تفضل شيخ حيدر. يعني ما أجابك ما أجاوبك به هو اللي عبرت عنه بصراحة، وحتى أقول بصراحة نعم الشيعة يعتقدون بذلك، يعتقدون أن أمير أن النبي صلى الله عليه وآله بيوم الغدير يوم نادى من كنت مولاه فهذا علي مولاه ورفع يد أمير المؤمنين، وفي هذا التفاصيل اللي أنا اعترضت عليها في حضرتك اللي ما ذكرتها في بداية. بالنتيجة هناك يعني حقائق تاريخية يعتقد الشيعة فيها أن النبي صلى الله عليه وآله في مواقف متعددة، وأشهر هذه المواقف هو يوم غدير الخمن حينما نصب النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين سلام الله عليه بنص القرآن الكريم وبأمر الله سبحانه وتعالى خليفة له، وحسب ما جاء في التواريخ المختلفة من مصادر المسلمين أن العديد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله جاء وقال لعلي عليه السلام بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت اليوم مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة. لو كانت القضية قضية بسيطة لما كان صرح بعض الصحابة بأن ذلك هو هي عملية.